يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتج علينا بعض الناس فيقول إن الجمهور ومنهم الحنابلة يرون مشروعية شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ناقشناهم لم يقنعوا بكلامنا في عدم المشروعية، فهل ننكر عليهم أم نقول إن المسألة خلافية ونتركهم؟ نحن قلنا ونقول ونكرر إن الأقوال مهما كثرت لا يحتج بها إلا إذا كان عليها دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأقوال التي بجواز سد السفر لقبر الرسول لا دليل عليها ولا دليل واحد صحيح، فليست في حجة ولا يلتفت إليها، وأنتم بينوا للناس، فالذي يقبل الحمد لله، والذي لا يقبل أنتم أبرأتم ذمتكم نحوه، نعم، وحسابه على الله، نعم.